طب نادين، يمكن اسر كتير مثلا بيبقى ليهم يعني او عندهم بنات على قدر فني عالي في العاب كتيره، وبيجي لهم فرصه انهم سكولر شيب بره في امريكا او غير امريكا، ولكن اهاليهم بتقول لا وبنات ما يسافروش ويعملوا، تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان دي فرصه ما تتعوضش، فرصه بجد مش بتيجي كتير، لو ما خدتيهاش هتندمي عليها جدا، بتكتسبي خبرات كتيره جدا بره حتى الباسكت، وهناك الدراسه بتبقى اول حاجه بالنسبه لهم، فانت بتبقي غصب عنك بتنجحي دراسيا عشان تتفوقي في الرياضه وتبقي ملتزمه هناك. فطبعا يعني ضغط من ناحيتين، دراسي ورياضي كمان، بالظبط لازم تحافظي على مستواك عشان تقدري تلعبي اصلا. بالزبط. في الماتشات لازم جي بي اي معين، وهناك هم الصراحه انت عندك جدول على موبايلك كل يوم الصبح بتفتحيه تشوفيه، انت يومك كله منظم جدا، فعلا ما بيبقاش عندك وقت اصلا ان انت تعملي حاجه بره، مع بره الفرقه بره المكان اللي انت فيه، وهناك هم انت فاميلي، انت واحده منهم، كل واحد يعني بنتحرك كله مع بعض، فالحياه منظمه جدا، واللي هم بيساعدوكي عشان تقدري تنجحي، وبيبقوا عارفين ظروف ان انت جايه كالتشر مختلفه وكل حاجه مختلفه، فهم بيبقى في فاكتورز كتير جدا، وبيبوش ناس معاكي ان هم يساعدوكي ان انت توصلي يعني اللي انت عايز تحققيه. اضافت لك التجربه دي يعني جدا جدا جدا، يعني احلى 4 سنين في حياتي.